من أخويا نرني من نهار مرض شهرين تاع، وأنا مريض عرفت راسي راني مريض، والباب اللي دقيته الحمد لله ما مشيت مرة كشرف هاد الخاطرات ما كانش رانديفو. تا آخر مرة اللي عطوني رانديفو خدمتي هي الخبز، كان فيها الخبز، الناس كي كيعرفوني في اللاقة، كان فيها الخبز بواحد 6 سنين و7 قبل ما كنت مع واحد مول القهوة، واحد 6 سنين و7 هادشي بي جيت هنا للجمعة وكنت في آسف. والمهم دابا أنا مني جاني هاد المرض إيديك أكسيدة في أكادير، ما عرفتش أش بقى أنا. المهم لقيت راسي في السبيطار، حتى داك السيد اللي كنت معاه ما عرفتوش فيك، قلي مني لقيت راسي ليد محيد وصباع محيد بخير وعلى خير، كنخدم كل شيء تجاني المرض منشي ها كنخدم فيها، ما عنديش نقص، لا خويا ما عندي نقص، خدمت فيها كنهز بيها كل شيء وزيد وراه مولي الفران كلشي كيعرفون، وكنخدم فيها حتى في الفران الا احتاجين في الفران كنخدم الداخل الا احتاجني كنطورني مع العجل، دابا يكون شي واحد خاص بشي ليله انا كنمشي نطورني العجل بيد وحده كنطورني مع العجل. طبيعه المرض سيدي ما عرفتش، انا كنت كنوزن 95 كيلو واحد الوقت وزنت 84 83. كاين واحد السيد حتى هي تما مول الخبز تاعو كيقول لي تامي صلى الله الظهر، جيت تلفت قلت لي ما نتغداوش، قال لي نتغداو، قال لي جيب جوج عواشق وجي، جات لي جوج عواشق، ملي جات دوك جوج عواشق تغدينا بديت كناكل فيه، قلت لي لا الطعم غيضرني، قال لي مالك، قلت لي والله الا غيصيفطني للسبيطار بحال مشيت بالحد نهار اثنين مشيت للسبيطار، مشيت للسبيطار هذا ديال الحومه، قال لي يا تفكت صارنا كراهم كلوتك راهم فيها حبة كبيرة، منها هويت السبيطار جديد داتني لابيلانس، مني مشيت قال لي دير لي التلفازة وجيبها ليا، درت على الحموضي ديتها ليه، قال لي غتنعس عندك حبوبة في الماء في الكلوة غتنعس، جا واحد بالعشية قال لي ودي لا غتخرج، ما كتبو الدم، قلت لي لا، قال لي غتخرج، مني قال لي غتخرج خرجت، قال لي تعال نعطيك ورقة ديال واحد اختصاصي دير واحد نفس بيطار، قعدت واحد 3 أيام مشيت عندو درت عندو تلفازة، قال لي ودي الكلوة الأخرى مزيانة وهادي راها عندك فيها حبة، قال لي ولكن عطاني شي مسكن، قال لي هذا غادي يسكنك هاد الفانيد ولكن غادي تمشي وغادي دير لي سكانير، درت لي سكانير من جيتو قال لي بويا هذا كونسير مرض خايب عندك، مشي للدار بيدور نمشي لمراكش، قلت لي مراكش، مني قلت لي مراكش يعني عطاني هو الوراق ولكن ما بحال عطاهم ليا ناقصين، وليت كنرجع عندو كيقول لي هاي برا مكتوبة، كنجي لداخل مني كنمشي لمراكش كيقول لي ما هادي، كيقول لي راه اسمية البلاصة اللي غاتجي لها حتى شي طبيب غيشدك، ثلاثة الخطرات، الرابعة عيط واحد السيد على واحد السيد هو يوريني من تما من مراكش، هو يوريني فكين الرانديفو، شديت الرانديفو على برا، شديت ورقة من السبيطار مشيت شديت بها الرانديفو، مني شديت الرانديفو جيت، مني رجعت عيط عليا ديك السيد قال لي جي جي راه عاود جي نرد ديك الرانديفو شوية، جي نهار جمعة، مشيت نهار جمعة صيفطوني بنوطوفي، قعدت على الطبيب واحد ساعة وانا قاعد على الطبيب صيفطني ارجونس، ولكن المناج دار لي شهر وانا مبقيتش كنقد نتحمل، مبقيتش كنتحمل صداع، عندي صداع بزاف، قولي هالك دركا انا بغيت عليك وصلني على الطبيب، علي نشوف الطبيب قلت له انت بصحتي ما بغيت حتى حاجة، حتى حاجة بغيت صحتي عندي بنية خيرة انت كتشوف حالة كبيرة كنت داوي صحتي صف انه مكافح مع الوقت، انا عشت النبي خير وفي خير بجمع، عشت بخير ولا خير.
كنصور 2000 2400 1600 يوميا. دار يعني الدار ما مخلي مخاسي من شي حاجه، ولكن دابا تشوري راه حاجه واعره الحمد لله. انا جالس في الدار ما كنتحرك، ما كنتحرك حتى من ملي.